جمال أحمد ريان إعلامي ومذيع أخبار فلسطيني، وبدقة أكثر كما يقول عن نفسه وإنجازاته، بأول مذيع على قناة الجزيرة وأحد قادة الرأي للتعبير عن الشعوب العربية والإسلامية. وفي تغريدة مثبتة يتحدث القائد لمتابعيه أو أتباعه عن تعكر مزاجه، وأنه سيتوقف عن التغريد مؤقتا إلى حين تمالك نفسه. صباح الخير على كوكب الأرض كله. أنا كنت بس عايز أقول لكم ده أنا صحيت من النوم عشان لو حد سأل عليا ولا حاجة. أنا جمال ريان. الصراحة، أو كما يقال بالعامية، ما حدا سائل عنك. أما عن مناسبة التقرير فلا يعني متابعتك أو الاطمئنان على مزاجك، والقصة بأمثالك تختصر بمنشورات خبيثة تخالف السوية الإنسانية والأخلاقية، كما في هذا الاستطلاع الذي يخير الشعوب العربية بين نقيضين، فإما القول بالشهيد الإيراني سليماني أو الشهيد الإسرائيلي نتنياهو. في عندك أما تبديل السؤال أو أنه تستعين بصديق؟ على أي حال، قوبل الاستفزاز والإضرار بالقضية الفلسطينية بصفعة افتراضية. أما عن مناسبة التقرير فمنشور لجمال ريان يقول فيه إن إيران لم تحتل فلسطين ولم تقتل أطفالها وتشرد شعبها ولم تدمر الشجرة والحجر، وإن إسرائيل من فعلت ذلك، وهي من تهدد إيران لأن إيران تهدد إسرائيل. سوريون وعراقيون ويمنيون ولبنانيون وحتى فلسطينيون وعرب تراوحت ردودهم بين ما هكذا تورد الإبل يا جمال وشتائم على هذا الوزن. شنو هذا؟ بداية للمتذاكي المهرول لتلميع صورة إيران وغسل إجرامها، فليس كل ما تشاهده من تمثيليات حقيقة، وشعار الموت لإسرائيل ومحور الشر وبأمثالك من إعلام ومرتزقة كان ثمنه احتلال إيران لأربع دول عربية. أما عن سوريا تحديداً فنقول لك بأنك تعمدت إسقاط عبارات الاحتلال وقتل الأطفال وتشريد الشعوب وتدمير الحجر في منشورك، واستبدال عبارة سوريا بفلسطين لحجم دناءتك، ولا يشرفنا إطلاقاً الشرح لأمثالك ما نشرحه يومياً في تقاريرنا عن مذبحة ومحرقة السوريين منذ 10 سنوات. ويكفي أن يتحدث اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اليرموك ودرعا وغيرها عما تعرضوا له من قتل وتهجير وتدمير على يد إيران وميليشيا أسد. ولأن الحق صراحة يعود على من يتابع هذه النوعية، عاد ريان للقول إن التغريدة لم تكن للمزايدة على ما فعلته إيران بأربع عواصم عربية، وإنما لما فعلته بفلسطين فقط، أي إن المستغبي لم يجد من أصل 200 دولة حول العالم إلا إيران في سعيه لغسل إجرامها، تماماً كما جريمة غسل يدي المجرم قاسم سليماني بوصفه شهيد. لكن عن هذا المنشور تحديداً، من أخبرك أيها الجاهل أن المجرم والقاتل تجوز عليه الرحمة؟ أمن حداد الجزيرة وتغطيتها لمقتل سليماني؟ أم من وضع صوره عندما دنس مدينة حلب في أحد برامجها لوصفه بالشهيد؟ أم لتربيتك وقلة أدبك واحترامك لدماء مليوني سوري؟